ويلكم ويلكم ويلكم، نورتي مصر. سكنك في احلى حته في البلد، في الزمالك. طب مش اي حد اسمه، ومحدش يعرف سكنك هنا الا ايه اللي بتعمله ده يا ماهر؟ طب اقصر يا كبير، معلش عندي مصلحه كده، بسكن خواجه زي ما انت شايف. اه طب خلي بالك بقى لا تسقيك حاجه اصفره. عيب عليك يا كبير، ده احنا ريسك العنتيل. خلص مصلحتي وبرجع لك بعد اذنك. سكنك في احلى حته في جيت الزمان. بص، واحد اتنين تلاته، تلات اوض، تلاته باث روم، واتنين بلكونه. بص من الاخر كده، اتس فيري جود. انا بتكلم بقربي شويه. وانا مش محتاج اكتر من شويه دول، اقعدي. انا شهرين تلاته بالكتير واخليكي لبلب. لبلب؟ لبلب، يعني شطوره. بقول لك ايه؟ واتس يور نيم؟ ماي نيم جولييت. بس انا مش عايز اكتر من اسمك. الكارت بتاعي اهو. لو احتجت اي حاجه كلميني، ربع ساعه واجيب لك احلى شويه فودكا هديه. باي. السلام عليكم. يا ابو خالد، رايح على فين؟ يا جدعان في ايه؟ معايا خواجه ونازل اديلها شويه طلبات. شكلها ضحكت عليك. الوقوف في الحرام سهل قوي. حاسب يا ماهر. لا يا جدعان ما تقلقوش عليا. خلي بالكم انتوا بس من نفسكم. ليس ده رجاله. قلت لك. ايوه صابرين. انا مستنيكي تحت. ايه؟ انا لسه في المدرسه وعندي حصص. لا اتصرفي يا حبيبتي. يا تنزلي لي يا اطلع لك انا، وانت عارفاني بقى. يعني ايه؟ تطلع فين؟ لا لا خلاص انا هتصرف. مستني. ماشي ماشي. بصلي على النبي. عليه الصلاه والسلام. عامر ده مش اخويا الصغير وبس، انا اللي مربيه. يعني تقدري تقول عليه كده اخويا وابني في نفس الوقت، ما يغركيش طوله. عشان كده احنا جايين في خير ان شاء الله. خير؟ في ايه؟ هو كان عايز يقول يا امي يعني ان هو اخويا الكبير وانا اخو الصغير، وان شاء الله ناويين خير. وايه المطلوب؟ المطلوب ايه؟ اكيد يعني مش جايين ناكل حلويات. هي ما قالتلكيش ولا ايه يا امي؟ هي دلي ما قلتيش لامي ولا ايه؟ ده يا عريس، احنا من الاخر طالبين ايد العروسه لاخويا عامر. ايوه بس انا ما عنديش بنات للجوله. نعم، امال القعده دي ايه؟ عروسه المولد؟ فوتي لجوا. ماما شبكي؟ بقول لك فوتي لجوا، يعني فوتي لجوا. جلينا يا عم قلبك. وفي ايه؟ وضع المهم قفشنا على بعض، بس مش عارف ليه. وفي ايه يا حاج؟ اسمع يا عامر، اظن انا قلت لك بدل المره 100 مره ان انا مش موافقه على الجواز. اظن ما كانش في داعي انك تجيب اخوك الكبير يعني وتحرجه ويسمع بودانه ان انا مش عايزه. مش عايزاك. مفيش بنات للجواز. ماشي يا ست، بس نفهم في ايه وليه. من غير ليه، صابرين مخطوب. ارتحت؟ مخطوبه ازاي يعني؟ وامتى الكلام ده؟ من ثلاث دقايق. هتقولي حاجه يا دلي؟ لا يا ماما انا مش مخطوبه. سمعتي بودانك بقى يا امي؟ هو ده اللي عندي. شرفت. تشربوا قهوه؟ طب ما تقوم يا اخي. قوم يا حبيبي. السلام عليكم. وعليكم. ماشي، تحرجيني قدام الدولي. انتوا يا جدعان اللي جابكوا هنا؟ وجولييت فين؟ خبطت علينا وقالت لنا انها قررت تسيب الشقه. ايوه ماشي، وبعدين برضه انتوا ايه اللي مدخلكوا هنا؟ عشان ما تزوغش مننا زي كل مره. لا زوغ ايه؟ ده انا يعني انا اللي بتعمله ده اسمه شرك. ايوه شرك. لازم تفوق من الجاهليه اللي انت بقيت فيها دي، هتروح في داهيه. جاهليه ايه يا عم اللي انت بتكلمني فيها؟ قلت هتكفرني وانا واقف؟ ايوه هتكفر زيك زي كل المجتمع. ما هو كافر، كل الناس بتبص للمكاسب الدنيويه، ما حدش بيبص للمكاسب الدينيه. كل الناس بتفكر زيك، خمره نسوان فلوس بس.
طب وحاتي النبي في قلبك كده، قول لي ايه هي بقى المكاسب الدنيا اللي انت بتكلمنا عليها دي بالصلاة على النبي؟ هو ده الجهل بعين. جهل ايه يا جدع انت؟ انك تقول وتحلف بالنبي. يا جدعان ده الواحد بيبقى ماشي في الشارع في امان الله، لو لقى واحد طيب في الشارع بيقول له النبي عامل حد ادعي لي دعوتين الله يبارك لك. جهل. مفيش ما بينك وما بين ربنا حد. وسيادنا سيدنا الحسين والسيده زينب والسيده نفيسه. التبرك بالموت حرام. حرام يا ماهر. حرام وبدعه سيئه الجهل السبب فيها. يعني احنا على كده بقى ما نزورش ستنا نفيسه ولا سيدنا الحسين تاني؟ حرام تصلي في مكان فيه قبر. طب والمسجد النبوي؟ في فاصل. عمله هناك فاصل. يعني ايه؟ يعني لازم تسيب الجهل اللي في دماغك ده. بكفاياك بقى. وسيبك من زياره القبور والاولياء. يا جدعان دول يعني؟ افهم يا ماهر. اللي انت بتعمله ده يا ماهر عادات سيئه. هتكسبك سيئات. وبعديها هتدخل النار والعياذ بالله. تعرف يا ماهر الشيخ الألباني قال إيه؟ قال إن المتوسلين بالصالحين في ضلال مبين والعياذ بالله. استغفر الله العظيم يا رب. أنت لازم تتخلص من الشرك ده. لازم نهد كل المقامات. ونعيش كمان من غير مقامات؟ يا راجل دي كلها شرك والعياذ بالله. حتى زيارة المسلمين لبعض في الأعياد ضلالة وشرك. بقول لك إيه يا ماهر؟ أنا عايزك كده ترجع لربنا. عشان يديك من أول وجديد حسنات. إحنا عايزينك معانا في كل ثانية. استغفر الله العظيم. لازم أقابلك يا صابرين. مفيش حد ممكن أفضفض معاه غيرك، أنت بس اللي فهماني وحساباني. طيب ما أنا سامعاك، كمل يا عامر. بعد حادثة صالح دي ان انا مش عارف اوصل له حسيت ان انا عاجز. بعدين تفكر من اول وجديد خالص في حياتي كلها، عدت النظر فيها خالص. هو انت مش طمنت عليه وهو كويس الحمد لله؟ يا حبيبتي اطمنت عليه. بس انا لازم اطمن عليه واشوفه بنفسي. ليه هو ما ظهرش؟ للاسف صالح ده غريب. يروح ويجي ويختفي فجأة كده. عارف عامر انا كده اطمنت. اطمنت على ايه؟ انه لو حصل لي حاجه يوم من الايام في حد هيخاف عليا ويقلق. بعد الشر عليك يا حبيبتي. عارف الموقف اللي حصل ده عرفني ان صالح ده مش مجرد اخ، ده اب واخ وصديق كمان. ربنا يخليكوا لبعض. يخليكي ليه يا حبيبتي. يلا بقى عزمك على الغدا. انا جوعانه اصلا. ايه يا ابني مالك؟ بقالك كده فترة مش عاجبني، مش أنت علي اللي أنا أعرفه خالص. ليه يا علي؟ بالعكس. طب ده أنا اليومين دول مبسوط على الآخر. يا علي مبسوط إيه وزفت إيه؟ ما تفوق بقى وتشوف منظرك بقى عامل إزاي. ماله منظري؟ ماله منظري؟ ما أنا زي الفل أهو. طب ده أنا حتى اليومين دول عايش قصة حب على كيفك. الله يعزك يا أخي. حب إيه اللي أنت بتتكلم فيه ده؟ يا ابني انا بتكلم على صحتك، على الضرب الزباله اللي انت عمال تضربه. هتروح في 60 داهيه يا علي، اسمع مني انا قلبي عليك. بقول لك يا عمر خلينا نتكلم في الفايده.